بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ده الفيديو الثاني في الفصل السادسة. هنبدأ في الجرامر اللي في الليسن 1 and 2. الجزئية دي فيها أربع حاجات، مش قاعدة، ملحوظات لغوية. الفعل اللي معانا اللاو الأول، وبعدين معانا ستوب، ومعانا لت اللاو، ومعانا كمان ميك، وهنضيف مع ميك دي فعل اسمه كوز. أربع ملحوظات كده لطيفة خفيفة عايزك تركز معايا. اول حاجه كده عايزك تعرف ان كلمه allow يعني يسمح، بنجيب بعدها المفعول وبعدين to والفعل في المصدر، وده كده معناها يسمح للشخص او للمفعول بان يفعل. على سبيل المثال we don't allow، لا نسمح our students، لا نسمح لطلابنا to leave early، ان يغادروا مبكرا. لاحظ وانتبه كده انك انت مع allow استخدمت المفعول وبعدين to والفعل في المصدر، ده رقم واحد. الحاجة التانية قال لك كلمة allow، ودي مش موجودة في الأسئلة للأسف، مش عليها تمارين خالص، فركز معايا. لو مش معاها مفعول نستخدم الفعل المضاف له ing، بما على سبيل المثال mom، على سبيل المثال أمي never allows، لا تسمح ب using her computer، امي لا تسمح باستخدام الكمبيوتر بتاعها، ما قالكش بتسمح لمين، فعشان كده قال لو بنجيب بعدها الفعل المضاف له ing. الفكره يبقى احنا كده خدنا فكرتين، الفكره الاولانيه ان قال لو مفعول تو المصدر، الفكره الثانيه ان قال لو مش معاها مفعول ناخد فعل مضاف له ing. الحاجه الثالثه والفكره الثالثه ان كلمه قال لو دي، الحاجه الثالثه ان كلمه قال لو ممكن نستخدم قال لو مفعول وبعدين اسم، ممكن نستخدم قال لو ونجيب بعدها الاسم على طول. طب اديني مثال، على سبيل المثال our school يعني مدرستنا never allows students mobiles، يعني لا تسمح لطلابنا بالموبايلات، او ممكن نقول never allows mobiles على طول، لا تسمح بالموبايل. طيب ده بالنسبه لكلمه allow. الكلمه الثانيه اللي معانا هي كلمه let، بنجيب بعدها المفعول وبعدين الفعل في المصدر. على سبيل المثال mom let me go when I need، يعني امي تسمح لي بالمغادره وقت ما اريد. let مفعول مصدر ما فيهاش مشكله. وخد بالك بقى في المربع الهمجوج ده ما فيش حاجه اسمها was let، يعني ما فيش حاجه اسمها verb to be let، مش موجوده في الانجليزي. ما فيش حاجه اسمها مثلا I was let to go او I was let go، ما ينفعش. طيب انتبه كمان لكلمه او الفعل اللي اسمه make، بنجيب بعدها مفعول والفعل في المصدر، وممكن كمان make نجيب بعدها مفعول وبعدين صفه. طب مثال على كل واحده، على سبيل المثال منى made me help her، يعني منى اجبرتني ان اساعدها او جعلتني اساعدها. فخد بالك ان make مفعول فعل في المصدر مباشره. او ممكن اقول لك سهى made me happy، يعني سهى جعلتني سعيدا. لاحظ ان الملحوظه اللي في الحوار ده كله ان هنا في make مفعول مصدر وmake مفعول صفه، يعني ممكن الوحيدة اللي ممكن نجيب معاها صفة هي ميك، مش allow ولا let ولا الناس التانية دي كلها. طيب عايزك تعرف كمان بقى لما نقول في جملة مثلا سالي made us run، انت استخدمت ميك مفعول مصدر، بدل ميك دي ممكن تستخدم كلمة cause مفعول، بس هنا هتستخدم to والفعل في المصدر. فبدل ما انت قلت لي سالي made us run، هتبقى سالي caused us to run، وكده الجمله تبقى زي الفل. طيب الحاجه اللي بعد كده معانا كمان غير ميك وقلاو ولت، عندك كمان كلمه ستوب. ستوب احنا قلنا بيجي بعدها الفعل مضاف له ing، وبيجي بعدها تو الفعل في المصدر. الفرق بينهم ان ستوب ستوب لما يكون بعدها ing معناها يبطل يعمل شيء، يتوقف عن فعل شيء. انا بقول لك ستوب ريدنج، بطلت القراءه، لكن ستوب تو المصدر معناها توقف لكي يفعل شيئا ما. مش دي اللي في الوحده ومش دي اللي مطلوبه، المطلوبه معانا ان ستوب بنجيب بعدها مفعول والفعل مضاف له ing، او نجيب بعدها مفعول وبعدين فروم وing، وانا قلت دي برضو في شرح القاعده بتاعت الوحده اللي فاتت. طيب دي معناها ايه بقى في الحاله دي؟ كده معناها يمنع. على سبيل المثال عايز اقول لك لا تمنع ابنك من التحدث، يبقى اقول لك never stop your son، واروح قايل لك speaking او from speaking، والاثنين يبقوا صح. ده بالنسبه لجزئيه القاعده، وتعالى بقى نحل ونشوف التمارين بتقول ايه.
أول سؤال معانا بيقول لك my mother usually let my elder sister let مفعول مصدر، يبقى أنت عايز make. am I not to، هل أنا مسموح لي بأن أستخدم؟ طبعا make مش معانا خالص، وإيم يعني يهدف، وألاو يعني يسمح طبعا. فأنت هتقول am I allowed، يعني هل أنا مسموح لي؟ unfortunately لسوء الحظ، the bad weather الطقس السيء، إيه us out. ميج مفعول مصدر فتو دي غلط. طب اللاو مفعول تو المصدر، طب دي ماشي تنفع. بريفنت مفعول فروم اي ان جي فدي مش معانا. يا ترى لسوء الحظ الطقس السيء سمح لنا بالخروج، ولا اوقفنا او منعنا من الخروج؟ منعنا، يبقى ستوب الاس فروم اي ان جي. طب اللي بعدها I let my friends، انا اسمح لاصدقائي باستخدام موبايلي، ده معناها that I not them use. لاحظ ان هنا في الفكره وما فيها ان let مفعول مصدر، ليت مفعول مصدر، لكن مين اللي بيجي بعدها بقى تو المصدر؟ اللاو، يبقى اللاو تزم. طب ما هي فورس بيجي بعدها تو المصدر، بس المعنى المعنى انت اصبح معناها اجبرتهم على استخدام. مستر اشرف ميد اس نوت زي ثي اجين، ميك مفعول مصدر، يبقى انا عايز رايت المصدر الاولانيه. طب رقم ستة بقى وي وير ميد، دي انا ما قلتهاش في البتاع دي بس انا قلتها قبل كده. احنا متفقين ان ميك مفعول مصدر، ده لو كانت الجملة مبنية للمعلوم. طب لو كانت الجملة مبنية للمجهول بقى، فانت تستخدم بي ميد تو والفعل في المصدر. على سبيل المثال I made عمر بلاي، او عمر was made to play، يعني اجبر على اللعب. فانا في جملة رقم ستة لما ترجمت لقيت الراجل بيقول لي احنا اجبرنا، يبقى ده مجهول، فانت عايز تو المصدر تو رايت. طب can you tell me what has made not get so nervous، هل يمكنك ان تخبرني ما الذي جعلها جعلها هي، يبقى ميد هير اللي رقم دي، وده ضمير مفعول. I not happy when I heard about your success، انا ايه happy، انا جعلت جعلت سعيدا، يبقى was made. طبعا made I made ينفع اقول لك انا جعلت سعيدا، وallowed سمحت، was allowed سمح لي. طبعا allowed و was allowed عايزين تو المصدر. we are not to في هنا تو، نحن ايه ان نتبع القوانين. we are made يعني جعلنا، و are forced اجبرنا، يبقى كده ايه اند بي الاثنين صح. في رقم 10 the officer forced he to put his، يبقى دي ولد، يبقى انت بتقول الضابط اجبره، انت عايز ضمير مفعول، يبقى هم. هم دي اسمها ضمير مفعول. ايه ضمير مفعول يعني؟ ما هو الضابط جعل هو، الهاء دي هي المفعول والضابط ده هو الفاعل. never not a little child to go out، في تو المصدر، make مفعول مصدر، let مفعول مصدر، يبقى allow. never not a little child go، جيل في المصدر، allow عايزه تو المصدر، make مفعول مصدر، ولت مفعول مصدر، يبقى انت كده معاك ايه وبي الاثنين صح. اريج let me not her marker، اريج سمحت لي بان استخدم، يبقى let مفعول مصدر، يبقى انت كده عايز يوز الاولى. I not out، أنا سمح لي، يبقى أنت عايز سمح، ده مجهول، ده معلوم وده معلوم، مفيش حاجة اسمها was let في الإنجليزي، يبقى was allowed to go. I don't allow others، allow مفعول to المصدر، يبقى ride to ride، عشان allow مفعول to المصدر. I don't let others، والله let مفعول مصدر، يبقى ride. I don't allow not my bike، allow مفيش بعدها مفعول، يبقى أنت عايز الفعل المضاف له ing، يبقى riding. أنا لا أسمح باستخدام بركوب دراجتي. You are not the right، أنت مسموح لك بالحق في أن تصوت، يبقى you are allowed the right، ودي بتاعت allow، ونجيب بعدها اسم أو مفعول واسم اللي كنا بنحكي عنها من ورا. طيب طب ليه ما ناخدش let؟ مفيش حاجة اسمها be let، ما ينفعش أبدا أقول لك is let أو was let أو were let كده، لأ. They not personal calls at work، هم مسموح لهم أو غير مسموح لهم بالمكالمات الشخصية في العمل، مفيش حاجة اسمها aren't let، ولت يعني يسمح، زي let personal calls at work يعني هم بيسمحوا بالمكالمات الشخصية، عايزين let مفعول مصدر طبعا، مفيش مفعول مصدر، و are made to المصدر، يبقى انت كده عايز aren't allowed، ومعناها ان هم غير مسموح لهم بالمكالمات الشخصية. I stop the children، stop لما نجيب بعدها مفعول، فانا عايز ing او from ing، اد اي ان جي واد فروم اي ان جي، يعني اي اند بي. 21 اي نوت سلمى ميكينج نويز، انا ايه مفعول اي ان جي، الوحيده اللي بيجي بعدها مفعول اي ان جي، يبقى ستوبد.
طيب ميك مفعول مصدر، قلت مفعول مصدر برضو. I made her tell the truth، أنا جعلتها تقول الحقيقة، ده معناها إن هي جعلت، فأنا عايز هي اللي هي she. I let them have a break، أنا بسمح لهم إن هم ياخدوا راحة، ده معناها إن هم سمح لهم. يبقى وير allowed، بس على allowed to اللي هي رقم دي، طبعا allowed لوحدها لأ. وير ميد برضو عايز تو المصدر، مفيش حاجة اسمها وير let. طيب 24، she makes us laugh، هي تجعلنا نضحك، ده معناها إن نحن جعلنا نضحك. يبقى وي الترجمة العربي هي تجعلنا، يعني نحن نجعل. I will allow you to leave، أنا سأسمح لك بالمغادرة، ده معناها إن I will let you leave. ما هو أنت عارف إن let مفعول مصدر، stop عايز ing أو مفعوله ing وfrom وكده، allow to المصدر. يبقى أنت عندك let وادي المفعول وادي المصدر. بعد كده بقول لك sorrowfully، من ما أساء زأز يعني سبب لنا حزنا، no one does their task well، محدش عمل مهمته بشكل كويس. خد بالك إن no دي نفي، فأنت عايز إثبات، ف doesn't و don't مش معنى خالص. الحاجة التانية no one و someone والناس دي كلها بنعتبر معاهم الضمير جمع، عشان كده هنقول دو زي. she was tired so she returned. انت بتقول go home و come home و return home، to home دي مش موجودة خالص، ما ينفعش نعملها، مش حاجة اسمها to home. طيب يذهب للمدرسة go to school، يذهب للمنزل go home على طول. he silly mistakes does he، ده مثبت، فانت عايز هنا نفي، يبقى has لا وميكس لا. والله make mistake ولا do mistake، لا هي اسمها make mistake، ففكر في دي وفكر في دي، بس الفاعل مفرد هي، فنقول never makes اللي هي دي. طيب امال امتى ناخد never made؟ لو قال لك did هي. طيب دي خلصت كده، خلصنا الجزئيه دي في دقائق معدودات. ان شاء الله بكره ان شاء الله الدرس الثالث والرابع كاملين، وبكده يبقى احنا خلصنا الجزء الصعب، باقي معانا الجزئيه السهله الاخيره.